السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في برنامجكم هنا البحرين من مركز الأخبار بتلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. تنفيذا لتوجيهات السامية لمساعدة ضحايا الفيضانات في باكستان، الملكية الإنسانية توقع اتفاقية تعاون مع طيران الخليج لنقل مساعدات إنسانية عاجلة. بحضور عدد كبير من أولياء الأمور على مدى 3 أيام متتالية، وزارة التربية والتعليم تختتم فعاليات اليوم التعريفي بالمدارس الحكومية. ولجنة تكافؤ الفرص بوزارة شؤون الإعلام تنظم ورشة تدريبية بعنوان الصحة النفسية في بيئة العمل. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بتكليف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى ضحايا الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية. وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مع شركة طيران الخليج، وذلك لنقل المساعدات الإنسانية الإغاثية إلى ضحايا الفيضانات في باكستان. وبهذه المناسبة أشاد سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالتعاون القائم بين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وشركة طيران الخليج والتي تمثل الشراكة المجتمعية، مثمنا التعاون المستمر من قبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج سعادة السيد زايد بن راشد الزياني الدائمة في رعاية ودعم العمل الخيري والإنساني الذي تقوم به المؤسسة في تنفيذ التوجيهات السامية لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه. وبين سعادته أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تعمل على تجهيز شحنة من المساعدات الإغاثية العاجلة والتي تحتوي على المواد الإغاثية والطبية التي هم في أمس الحاجة لها، سائلا الموت القدير أن يعم السلام والازدهار في باكستان والعالم أجمع. هذا ونظمت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الحفل 18 لتكريم الطلبة المتفوقين، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب. هذا وتم تكريم 736 طالبا وطالبة إلى جانب تكريم الطلبة الحاصلين على جائزة ريادة وتميز من الحاصلين على أعلى معدلات الدراسية والذين بلغ عددهم 19 طالبا وطالبة. كما هنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الطلاب المتفوقين وأولياء أمورهم بهذا التفوق والنجاح الذي حصدوه في رغم مختلف الظروف التي مرت بها دول العالم في الفترة السابقة بسبب جائحة كورونا. شاركت الشيخة مي بنت محمد الخليفة مدير إدارة التحريات المالية الممثل الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الإيجمونت في المؤتمر الإقليمي تعزيز آلية التحقيق المالي الموازي في جرائم تهريب المهاجرين والإتجار بالأشخاص الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمشاركة خبراء دوليين من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال. ويهدف المؤتمر بشكل أساسي إلى الجمع بين الشركاء الرئيسيين من الجهات الوطنية في منطقة شمال أفريقيا لتبادل الخبرات والتحديات والنجاحات في إجراء التحقيقات المالية في حالات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بالإضافة إلى طرح العديد من الأسئلة وتشكيل الرأي والأفكار والتوصيات التي ستساعد في دعم العمل حول الموضوع في المستقبل.
اختتمت وزارة التربية والتعليم فعالية اليوم التعريفي بالمدارس الحكومية، والذي شهد استقطاب عدد كبير من أولياء الأمور على مدى 3 أيام متتالية. وقد شهدت المدارس بمختلف المحافظات إقبالا واسعا، حيث تسلم كل ولي أمر ملفا متكاملا يحوي المعلومات والتعليمات والإرشادات المتعلقة بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى قسيمة شراء الإسهام في توفير الحقيبة المدرسية ومستلزماتها الأساسية. هذا وقد حرصت وزارة التربية والتعليم على أن تمتد الساعات المخصصة لاستقبال أولياء الأمور إلى ما بعد ساعات الدوام الرسمي حتى المساء، مراعاة لظروفهم وحرصا على استقبال أكبر عدد منهم في أوقات مناسبة للجميع. وفي حال عدم تمكن أي ولي أمر من حضور اليوم التعريفي في الفترات المعلنة، فإنه بإمكانه مراجعة المدرسة في فترات لاحقة للحصول على ملف الطالب وطلب أي دعم من الإدارة المدرسية. النشرة مستمرة فيها بعد قليل. مركز عبد الرحمن كانوا لتحفيظ القرآن الكريم ينظم الحفل الختامي للنشاط الصيفي للعام الدراسي 2021-2022. نظمت لجنة تكافؤ الفرص بوزارة شؤون الإعلام ورشة تدريبية بعنوان الصحة النفسية في بيئة العمل، قدمتها الدكتورة دانيا كابلي. هذا وأكدت كابلي على أهمية توازن الصحة النفسية في العمل، لا سيما بعد فترة جائحة كورونا، كما تناولت العديد من الأمور التي يجب مراعاتها أثناء تعامل الموظفين بشكل مباشر في العمل، مؤكدة على ضرورة التعرف على الأنماط المختلفة للموظفين وضرورة احترام كل نمط. من جانبها كان السيد عبد الله خالد الوكيل المساعد لإذاعة والتلفزيون رئيس لجنة تكافؤ الفرص على اهتمام اللجنة على لعب دور توعوي وتثقيفي للموظفات والموظفين على حد سواء من أجل خلق بيئة عمل مثلى من خلال سلسلة الورش والدورات التي تقوم لها لجنة تكافؤ الفرص بشكل منتظم. تنفيذا لتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، وبمتابعة سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، نظمت الإدارة العامة للدفاع المدني عدد من الدورات التدريبية تحت عنوان التعامل مع المركبات التي تعمل بالطاقة البديلة بالتعاون مع شركة روزن باور. وتهدف هذه الدورات إلى تزويد منتسبي الإدارة العامة للدفاع المدني بالمهارات الفنية والعملية اللازمة لتطوير نهج منظم لتخطيط وتنفيذ الإجراءات للتعامل مع المركبات العاملة بالطاقة البديلة أو الهجينة في حوادث المرور على الطرق وفق معيار NFPA، بالإضافة لتزويدهم بالمعلومات الضرورية للاستجابة لحالات الطوارئ التي تشمل السيارات ومحطة الشحن وسبل التعامل معها بشكل آمن والسيطرة عليها في أسرع وقت ممكن وبالمستوى الاحترافي المطلوب. طبعا بناء على التوجه الاستراتيجي للإدارة العامة للدفاع المدني وبتوجيهات من سيدي معالي وزير الداخلية ومتابعة من سيدي سعادة رئيس الأمن العام، تم اليوم عمل مجموعة من التدريبات اللي تستهدف بشكل أساسي مكافحة الحرائق والتعامل مع الحوادث الخاصة بالسيارات الكهربائية والهجينة.
طبعا الإدارة تسعى بشكل أساسي للارتقاء بمستوى الكادر من حيث قدرة الكادر على القيام بعملية المكافحة وعملية التعامل مع الحوادث المختلفة اللي تتعرض لها السيارات الكهربائية والهجينة، وفي نفس الوقت تزويد الإدارة بالمعدات والمستلزمات اللي من خلالها راح يكون عنصر السلامة متواجد وراح نقدر بشكل أساسي أن احنا نسيطر على الحوادث من هاي النوع. الإدارة العامة للدفاع المدني إدارة العمليات تواجه عدة بلاغات هذه الفترة، ومنها البلاغات التعاون مع سيارات الهجينة والكهربائية، وتم عقد دورة مشتقة من شقين، الشق الأول الجانب النظري والشق الثاني الجانب العملي للتعاون مع هذا النوع من البلاغات، التعاون مع سيارة الهجينة والكهربائية. بدأت مراكز الرعاية الصحية الأولية في صرف بطاقات صحة على المواطنين التابعين لثمانية مراكز صحية، ستة منها في محافظة المحرق ومركزان بالشمالية، وذلك بعد استكمال عملية التسجيل في برنامج اختر طبيبك بهذه المراكز، فيما تأتي هذه الخطوة كأحد المبادرات التنفيذية للبرنامج الوطني لتطوير الرعاية الصحية الهادفة إلى تطوير الهيكل المؤسسي في مملكة البحرين ليمتاز بالتنافسية والجودة العالية. وتحتوي البطاقة العديدة من المزايا، من أبرزها ضمان الحصول على جميع الخدمات الصحية الأساسية، كما تمكن من الدخول على الملف الصحي لحامل البطاقة بما يضمن خصوصيته. نظم مركز عبد الرحمن كانو لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه التابع لجمعية مدينة حمد الخيرية الحفل الختامي للنشاط الصيفي للعام الدراسي 2021-2022، وذلك لتكريم طالبات ومدرسات برنامج النشاط الصيفي الذي يقيم بالمركز على ما قمنا من جهود جبارة في تعلم وتعليم تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتعلم أساسيات اللغة العربية التي تعين على تعلم تلاوة القرآن الكريم بالطريقة الصحيحة، وذلك فترة الإجازة الصيفية. هذا واشتمل الحفل على عدد من الفقرات الدينية والتثقيفية والمسابقات الترفيهية للأطفال والأمهات، ثم تقدمت مديرة المركز بتكريم الطالبات والمدرسات المشاركات في النشاط الصيفي وتوزيع الشهادات والهدايا التذكارية عليهن. ولقد عبرت جميع الأمهات عن شكرهن وتقديرهن للنتائج المشرفة التي حصلت بناتهن عليها من تعلم كتاب الله حفظه خلال هذه الإجازة الصيفية، وأبدت الأمهات استعدادهن لتشجيع وحث بناتهن على مواصلة تعلم وحفظ كتاب الله تعالى. وللطقس في محافظات مملكة البحرين، نهاية البرنامج. المزيد من الأخبار يمكنكم متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة، كما يمكنكم متابعة باقة برامجنا والبث المباشر عبر تطبيق BHTV and Radio. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.